العافي بطيخ. هيا الشروق. هني بطيخ. كم تبيع الجرة؟ اشرب الماء البارد. هنيئا لك. فواكه طرية. بطيخ. هيا الشروق. كم تبيع الجرة؟ اشرب الماء البارد. هنيئا لك. فواكه طرية. بطيخ. هيا الشروق. كم تبيع الجرة؟ اشرب الماء البارد. هنيئا لك. فواكه طرية. كم تبيع الجرة؟ اشرب الماء البارد. هنيئا لك. أنا لا أعرف الخليفة ولا أدري من يحارب من. أقول ينبغي الحصول على المال. نضحك ونمرح. نعم. أنت لا تفكر إلا بالمال والمراح. هناك أشياء أخرى غير المال. أنا أقول الأشياء الأخرى غير المال. كنت أنا أختنق. أيها الجبناء أعطوني شيئا أكله أنا. خذ أيها النمام هكا. عوفيد. ما هذا الغبار؟ يزعجني ظهري. انظروا إلى التهديف. أيها الخبيث التحق بجماعة الرماة فأنت ترمى الحصى جيدا. هل تعتبرون أنكم تمرحون بهذه الأفعال؟ نعم. لو أن رفيقنا أسمعنا صريرا لاكتمل مراحنا. ألوان. هذا مضحك وله ما يتبعه. الويل لي، أسفي عليكم، لم أرى في عمري أسوأ أدبا منكم. وماذا رأيت حتى الآن؟ انظر، انصرفي هيا. انصرفي هيا. ما هذا القرف؟ لاحظي هذه. خذي. لما لا تضحك؟ اضحك لألا تتراكم مشاكلك. لا أريد أن أضحك أساسا. لا مشاكل في حياتي. لا تضحك. لكن ثم مشكلة لدي. ما ظلت صديقنا من مشكلة. أخبرنا فلعلنا نحلها. هذا زليق. أها عرفت مشكلتك. قيافتك. ماذا تصنع لحل هذه المشكلة؟ ألغت صباخي. هذا مخزي حقا. لن أكلمكما بعد الآن.
عد إلى مكانك هيا. نعم دعنا. سلام يا جدي، من شريت هذا الحمل الذي على ظهرك؟ لا يباع هذا الحمل في المكان، أقصد لا يبيعونه للصغار. حسنا حسنا. لقد ألقمك حجرا. نعم هو الأحدب البائس. انظر أفعالهم قادم، استقبله أنت. لا يهم ذلك. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما هذا؟ لا 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 انتبهوا، لا 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 تفعلوا هذا، لا ليس مع هذا. انك انت. ايها الغول الصحراوي، لقد رميتك بالأوساخ، فلم لا تهتم؟ ما هذا الاحتقار؟ أيها الأحمق الكبير، هل تعرف المصيبة التي تعرضت لها؟ هل عرفت من يكون؟ ومن كان؟ إنه غول الصحراء طبعا، جاء من الصحراء وقد غادر، فماذا يعني؟ كفاك سخفا أيها المهرج، إنه مالك الأشتر، هل تعي؟ مالك الأشتر النخعي؟ ويلي، اعتبر نفسك ميتا. ويلي، ما أفظع ما فعلت. هو ذاهب إلى دار الإمارة، ولا أشك أنه سيرسل عدة من الجنود ليقتادوك، ثم بخ 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 بخ. إذا سألنا أحدهم وقال كيف كان المرحوم فبما نجيب؟ نقول كان صاحبنا مرحا فرحا، ولكن بمرحه الكثير فقد رأسه. فقد رأسه. نعم. يا من الله. رحمك الله. يا ويلي يا ويلي، ماذا أفعل؟ ويلي ويلي، لأذهب وأتبعه. حسنا أيها الشاب. لا شيء، مصيبة ما بعدها مصيبة. أبحث عن مالك الأشتر في كل مكان، حتى في دار الإمارة بحث، فلم أجده ولم أجده. أنا رأيته بحقي؟ كلا لقد مزح. وهل وقت مزاح هذا يا جاد؟ ولكنك فصاحبك تسخران مني كل يوم، فالآن مزحتك مرة فقبل. ولكن ليس الوقت وقت مزاح. حسنا، ولكن مالكا كان يذهب نحو المسجد. أنت جاد؟ نعم هنا، أسرع أسرع لتجده. شكرا يا جاد، لأذهب لأذهب لأعثر عليه. لماذا تقادم؟ سأخبرك من أين اشتريت هذه الهدبة. إن كانت هناك مرة قادمة. يا الله،
سلام يا مالك. سلام عليكم. أنا الذي أسخرت منك في السوق. وما الذي جاء بك إلى هنا؟ جئت أطلب منك الصفح. ماذا حدث؟ استهزأت أولا ثم تعتذر الآن؟ لم أعرف من تكون ثم عرفت. أي أنك لو لم تعرفني لما كنت هنا، صحيح؟ سامحني، لقد أخطأت. هل تعلم ماذا فعلت في المسجد؟ دعوت الله لك ولأمثالك أن تكفوا عن السخرية بالآخرين. أقسم إنني لن أستهزئ بأحد بعد الآن، أعاهدك. لقد سامحتك وأرجو أن يغفر الله لك. عد الآن لدكانك وأوفي بعهدك، رافقتك السلامة. شكرا يا مالك، شكرا. لا ذبح ولا انتقام، لقد سامحني، كم هو مسامح، شكرا لك يا رب.